السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستوى الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، هنخلص النهارده كونسبت 1 اللي كان عنوانه ادابتيشن اند سرفايفل. النهارده هنخلص الادابتيشن ونحل بعد كده ان شاء الله موديل اكزام على كونسبت 1. هناخد النهارده ليسون 5 اللي دايما يا شباب هتلاقوا اخر كل كونسبت فيه نقدر نقول البروجكت ده. ايه بقى البروجكت ده اللي هنلاقيه في اخر كل سيستم؟ اسمه record evidence like a scientist، يعني سجل الايفيدنس بتاعتك وسينك as scientist، فكر كالعلماء بيفكروا ازاي. In this concept you have learned، في الكونسبت اللي احنا عاملين نتكلم عنه اللي هو 1-1 ده، you have learned a lot about how different types of adaptation help plant and animal survive. احنا خدنا ازاي different types of adaptation في different living organisms سواء animal او plant، وخدنا كمان في الهيومن وخدنا كمان في الفيش، بتساعد الليفنج اورجانيزم دول ان هم سرفايف، يفضلوا يعني الليفنج اورجانيزم يفضلوا عايشين يعني، صح كده؟ طب في الاكتيفيتي دي بقى هنعمل ايه؟ في الاكتيفيتي دي which will repeat at the end of each concept، يعني انا مش هقعد اعيد الكلام ده تاني. ها في اخر كل كونسبت هيلاقي عندك ايه؟ record evidence like a scientist، فكر زي ما الساينتست بيفكر. يقول لك in this activity which will be repeated، هتتعاد اهي at the end of each concept، احنا في اخر الكونسبت دلوقتي. We will learn how to think like scientists، ازاي تفكر كناس ساينتست زي العلماء بالظبط. To answer question، انت اللي هتساله نفسك question ده about one of the main topic، انت اللي هتختار المين توبيك او المين بوينت in this concept. Through four main steps، يعني هنتعلم دلوقتي نفكر ازاي كساينتست، تمام كده؟ عن طريق ان انت تعمل ايه؟ عن طريق ان انت تسال نفسك سؤال، اهو انت اللي هتجاوب السؤال، هتسال نفسك سؤال الاول، تمام كده؟ about main topic او main point او نقطة معينة رئيسية في هذا الكونسبت يعني. ماشي؟ of this concept. through four main steps، انت هتتبع four steps. أول حاجة question، انت اللي هتسال نفسك السؤال على main point في هذا الايه؟ في هذا الكونسبت، في الشابتر اللي احنا بنتكلم فيه ده. وتحط لنفسك ماي كليم. ماي كليم ده يعني اجابه السؤال، بس عايز ستيتمنتس. بص كده هنشوف الكليم، انا مديك اكزامبل المره دي بس زي ما قلت بعد كده ده ريبيتد في اتش كونسبت، واحنا هنسيبك انت اللي تعمل بقى الكلام ده، انا بس المره دي هديك اكزامبل تعمل ايه. تمام؟ هتسال نفسك سؤال وهتحط لنفسك كليم، دي ستيب نمبر 2. ستيب نمبر 1 تسال السؤال، ستيب نمبر 2 كليم. كليم يعني ايه؟ يعني ستيتمنت تو انسر ذيس كويشن. اوكي؟ وبعدين تحط ايفيدنس. ايفيدنس يعني دليلك ايه في الاجابه دي على السؤال ده. وبعدين تحط ساينتفك اكسبلانيشن، تشرح لي بقى الايفيدنس بتاعك ده على الكليم ده في اجابه السؤال ده، اشرح لي الساينتفك اكسبلانيشن. لو الموضوع صعب كده جنرالي، تعال ناخد اكزامبل على هذا الكونسبت ونشوف هنطبق فيه الفور ستيبس دول ازاي. تعالى ادي ستيب نمبر 1، احنا خدنا الموضوع او الكونسبت ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الادابتيشن في الانيمال وفي البلانت وفي الهيومن. اختار لي بقى سؤال في دول كلهم. فمثلا انا اخترت سؤال، او هو يعني الكتاب اختار سؤال how do different types of animals and plants، هو اختار يتكلم على الانيمال والبلانت. اختار انت على الانيمال بس، اختار على الفيش بس، اوكي؟ اختار على الهيومن، تمام؟ حلو جدا. How do different types of animals and plants adapted to survive in extreme climate؟ اوكي؟ ما قالش بقى بص سايب السؤال عام، extreme climate ده ممكن يكون extreme hot climate وممكن يكون extreme cold climate. طيب ده سؤال اهو انت سالته في سياق الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيه. طيب تعالى نشوف الكليم بتاعك، الكليم بتاعك هو اجابه السؤال ده، بس مش اصل انا لو قعدت اتكلم في اجابه السؤال ده انا الكونسبت كله هتكلمه، صح كده؟ فانا عايز ايه؟ جمله كده تجاوب هذا السؤال. بص كده قال لك ايه في الكليم بتاعك اللي هي اجابه السؤال. بص كده مبدئيا يعني ايه كليم؟ يور كليم شود بي فورمد اوف ا ستيتمنت، هو جمله، تمام كده؟ ذات جيف انسر، اللي تديني الاجابه فور ذا بريفيوس كويشن ان ستيب 1. انا عايز جمله تمثل الاجابه بتاعت هذا السؤال ده، دي كلمه كليم. اوكي؟ فبص قال لك ايه؟ ان انيمال اند بلانتس هاف ذا ابيليتي تو تشينج ذير بودي، اللي هو ستراكشرال، البادي ستراكشر اهو اللي هو ستراكشرال ادابتيشن يعني، اند ذير بيهيفير، صح كده؟ تو ادابت ويز اكستريم كلايميت اللي انت بتقول عليه تو سرفايف ان ذا انفايرمنت. جمله يعني ايه؟ عريضه جدا تحمل جواها كلام كتير جدا ممكن يتقال، صح كده؟ طيب ايه الايفيدنس بتاعك؟ الايفيدنس بتاعك ده بقى بص ملحوظه، هتكتب الايفيدنس ازاي؟ الايفيدنس ده عباره عن دليل للكلام اللي بيحصل ده. بيقول لك ايه؟ يو شود منشن انف اند سيوتابل ايفيدنس، سيوتابل وانف، انت شايف 3 4 انف ماشي، اوكي؟ تمام؟ تمام؟ عايز تكتب 10 انا ما عنديش مشكله،
تمام. You should mention enough and suitable evidence that support your claim. عايز بقى يعني تعالى ناخد example هنا. عايز evidence على الكلام اللي انت بتقول. انت بتقول لي في animal وفي plant عندهم الability to change. طيب ما تديني example للstructural adaptation اللي انت قلت عليه واexample of behavioral adaptation. هو اداني ثلاثة example. عايز تكتب انت 10 اكتب. ما انت عارف example كتير. قول لي some animals have sick fear. وانت عارف زي مين. To keep their body temperature warm. تمام. Why other animals have extra lung مثلا زي الفينيك فوكس. انت مش عارف انت مين. انت هتقولهم دلوقتي في الايه في الساينتفك اكسبلانيشن. تمام. فانت بتقول لي اهو في فاريشن اهو تو كيب ذير بودي كول. تمام. طيب في سام بلانت هاف تيني ليفز ان تو هولد ووتر. في سام بلانت سام بلانتس مثلا هاف وايد ليفز تو ابزورب مون سانلايت. اكتب اللي انت عايزه. الحتة دي يا شباب انت بتاعتك دي كرييشن بتاعك. احنا يعني احنا بس بنوجهك المرة دي. وفي بدل وبدل الثلاث سطور دول تكتب 20. اوكي انا قلت اناف. انت شايف دول اناف ماشي. مش شايف اناف زود. اوكي تمام. اديني اكزامبل للبيهيفير ادابتيشن. هو راجل كتب واحد بس اكتب انت خمسة. انا ما عنديش مشكلة. سام انيمالز ستي ان بارو تو كيب زير بودي تمبريتشر وور. سام انيمالز مثلا ايه هانت ديورينج دي اند نايت تو سربرايز زير their prey. Some animals change its colors to simulate the surrounding environment. Okay. زي ما انت عايز تقول صح كده. تمام. طيب ايه تاني. الستيب الرابعه بقى. احنا قلنا الستيب الاولى ان انت الستيب نمبر 1 ان انت تعمل كويتشن. عملناه. الستيب رقم 2 ان انت تكتب كليم اجابه ستيتمنت كده اجابه لهذا السؤال. اخر او الستيب رقم 3 تعمل ايفيدنس تقول لي دليلين 3 4 كده من اللي انت قلتهم في الكليم بتاعك. اخر حاجه بقى اشرح لي الموضوع ده ازاي. ازاي الايفيدنس بتاعك ده بيحل الكليم ده بيجاوب على الكويتشن ده صح كده. تعال نشوف بقى الساينتفك اكسبلانيشن. خلاص احنا قرينا الايفيدنس ده. تعال نشوف الساينتفك اكسبلانيشن. وممكن بص كده نوت الساينتفك اكسبلانيشن شود اكسبلين. لازم توضح فيه كده يور كليم. وضح فيه اجابتك اللي انت قلتها لي في سطرين دول. يور ايفيدنس دليلك ده وضحه لي. انت ما قلتش ولا ليفنج اورجانيزم بدليلك. ما قلتش ولا ليفنج اورجانيزم. قلت لي في بعض الانيمالز بيعملوا كده. في بعض الانيمالز بيعملوا كده. في بعض اللي في البيهيفير في بعض الاليمنتس ما قلتش حاجه صح كده. انت قلت لي بس ده دليل اهو. اديني بقى الاكسبلانيشن صح كده. يبقى الاكسبلانيشن ده لازم يكون ايه شود اكسبلين يور ايه كليم. يوضح الكليم بتاعك اللي هو الاجابه بتاعتك. ويور ايفيدنس الدليل بتاعك ماشي. انتروديوسينج سم سبورتيف اكزامبل. اديني اكزامبلز تكون سبورت كلامك ده. تمام. او تدعم كلامك ده. From what you have learned. يعني اديني example. قول لي animal and plant can survive مثلا in extreme climates through structural and behavior adaptation. اشرح لي بقى. قول لي مثلا structural adaptation في البولار بير ان عندهم مثلا sick fear ووايد fear. واشرح عايز تقول لي كمان ما عنديش مشكلة. وقول لي البنجوينز that have layer of fat وسيك او دينس فيزر to adapt in cold climate. الكلام مفتوح يا فندم. قول اللي انت عايزه. ها اوكي. ذا ستراكشرال ادابتيشن ان فينيك فوكس. عايز تقعد تتكلم في دي كتير اتكلم. ها اوكي. ذات هاف اكسترا لونج اير ذا ستراكشرال ادابتيشن اهو. اند اولسو هاز بيهيفير ادابتيشن مثلا ان هو ستي ان بارو تو ادابت ان كلايميت. ممكن في كلايميت في الديزرت ريجن. ممكن تقول لي ان مثلا في الاستراكشرال ادابتيشن ليه تان كلر فير تو بلند ويز ديزرت. اللي انت عايز تقوله قوله برضه. انت بتديني ايه اكسبلانيشن للكلام ده. بتشرح. فانت ممكن تشرح اكزامبل وممكن تشرح اثنين وممكن تشرح ثلاثة. تمام. هو شرح مثلا على البولار بير والبنجوين. وهو شرح كمان على الفينيك فوكس. ما شرحش على الاركتيك فوكس. شرح له على الاركتيك فوكس. ما شرحش على البول شارك. اشرح على البول شارك. تمام كده. استراكشرال ادابتيشن. هو عمال يتكلم على الاستراكشر. اديني انت بقى ايه بيهيفيرال. ما قالش حاجه على البيهيفيرال اهو. استراكشر ادابتيشن ان اكاشيا تري ذات هاف تيني ليفز ليه تو هولد ان ووتر. تمام. هو كنت تقول فيها سباينز كمان ماشي تو ادابتد ان كلايميت ان سافانا. اوكي. فهنا انت ممكن تكتب خمس سطور وممكن تكتب 20 سطر. عموما الحته دي يا شباب علشان ننمي مهارتنا وسينك اس ساينتست. انت بتجمع الكونسبت كله في السؤال اللي انت سالته ده. ويا ريت كل ما كان اكبر كل ما كان اسهل. عموما طبعا انا بس عايز اقول حاجه ليكوا والاولياء والامور اللي هم ايه يعني احنا نعمل ايه في الحته دي. لا لا الحته دي احنا مش فاهمينها. احنا عمرنا ما في الامتحان هنجيب لك سؤال زي ده طبعا. اوكي. ده انا جاي اقول لك حط انت سؤال
وحط انت اجابه واشرح اللي انت عايزه، عمري ما هجيب لك سؤال زي ده. السؤال زي ده يا شباب او اللي هي سينك اس ساينتست دي، احنا بنعلمك ازاي تفكر زينا. اوكي يا جماعه، انا عايزكم بس تعرفوا حاجه، ان مش هدفنا احنا ان احنا نديك شويه اسئله ونسالك فيها في الامتحان وانت تجاوب. انتوا فاهمين الموضوع غلط. انا عايز انمي قوه تفكيرنا احنا، ازاي نبقى ناس مختلفين، ازاي نبقى ناس متعلمين. انت لما تقعد مع واحد متعلم اي تعليم عالي كده، اهو بيقول لك دلوقتي اي كان سينك لايك ساينتست، انت كده بتفكر كساينتست لما تجاوب السؤال اللي فات او بتعمل الطريقه اللي فاتت. لما تقعد مع واحد متعلم، مجرد كلامك معاه كده حتى في حاجه جنرال، اوكي لو بتتكلموا في ماتش كوره حتى، كلام مع واحد متعلم ومثقف غير الكلام مع واحد غير متعلم وغير مثقف، في فرق في الكلام. سواء الراجل المتعلم ده دكتور او مهندس او محامي او محاسب، فاهمني يا شباب؟ فاحنا عايزينك من الاول كده من رابعه ابتدائي تبتدي تفكر زينا وتيجي معانا في الايه؟ في الواي بتاعنا اللي هو واي اوف ساينتست. فكر زينا كساينتست وشوف احنا بنفكر ازاي. احنا مش مجرد حشو معلومات بنحشيها في دماغنا، لا تمام؟ احنا عايزينك تفكر زينا بالطريقه بتاعتنا وتبقى راجل متعلم وراجل ليه وزنك وثقلك في المجتمع، تمام؟ اوكي يا شباب. طيب في اكتيفيتي ثانيه بتبقى اسمها ستيم ان اكشن بقى، يعني انا مش عارف اقولها لكم ازاي بالعربي. هنجيب معلومه كده تمام بنعملها حاليا او حاجه ريليتد للكونسبت اللي احنا بنتكلم عليه، احنا مهتمين بيها حاليا. اوكي تمام، تعالوا نشوف بقى ايه كارير اند ادابتيشن، نشوف يعني ايه ستيم ان اكشن. ايه ستيم ان اكشن دي؟ برضو هتيجي في كل اخر ليسون 5 ده يا جماعه، بيجي في اخر كل كونسبت. احنا خلصنا الكونسبت خلاص. اوكي ففي الاخر بطلب منك سينك اس ساينتست، او اعمل انت كساينتست اسال نفسك سؤال وجاوبه وحط الساينتفك اكسبلانيشن، وهقول لك ستيم ان اكشن يعني حاجه كده احنا بنعملها حاليا. هتشوف الساينتست بيعملوا كده في ضوء العنوان الكونسبت. عنوان الكونسبت كان ادابتيشن، عنوان الكونسبت كان ادابتيشن اند سرفايفل. هوريك الاكشن اللي احنا بناخده دلوقتي عشان نعمل سرفايفل لبعض الليفنج اورجانيزم، ده اكشن احنا بنعمله دلوقتي. اوكي تمام، تعال نشوف كارير اند ادابتيشن. بيقول لك ثرو ريسيرشز بقى الساينتست كان ليرن هاو ديفرنت اورجانيزمز ادابتد تو ذير انفايرمنت and help endangered species to survive. مش انت عارف ان في adaptation والليفنج اورجانيزم بيعمل adaptation to survive، واحنا بنعمل research بقى كساينتست كده بنعرف ازاي كل الليفنج اورجانيزم adapted في الانفايرمنت بتاعته. وفي ليفنج اورجانيزم بيواجهوا مشاكل صح كده، واندنجرد سبيشيز يعني ايه اندنجرد؟ يعني مهددين بالانقراض. اوكي وانا عارف ان هم لو انقرضوا خلاص ربنا اراد انقراضهم مش هيرجعوا تاني، فاحنا بنعمل ايه؟ rearing ليهم، بنعتني بيهم. فاضل فيو ممبرز لو حصل لهم اكستنكشن هيموتوا، زي الباندا بير. كلنا عارفين ان الباندا بير اندنجرد سبيشيز. يعني ايه اندنجرد؟ يعني خلاص هم عددهم قليل في الكون دلوقتي، فاحنا عاملين لهم مثلا ايه ناتشرال بروتكتوريت وحاطينهم في محميه طبيعيه كده في مكانهم في الصين تمام، ودي الناتشرال هابيتيت بتاعتهم. احنا مش مضينهم الصين عشان الصين الجو حلو هناك، لا، الناتشرال هابيتيت بتاعتهم الصين. رحنا باعتين الباندا بير اللي في العالم كله يعني في المنشا بتاعهم في الصين عشان ده المنشا بتاعهم، وحميناهم وادينا لهم اكل. انا بس عايزهم كده ايه يعني يكتروا في العدد عشان ما يحصل لهمش اكستنشن، تمام كده تمام. بس ده مش تبعنا في المنهج ده، انا بس بديكوا اكزامبل كل الدنيا عارفين. اوكي تمام، يبقى احنا ستيم ان اكشن هو احنا بنعمل الكلام ده دلوقتي، احنا بنعمله. طيب ان ذيس ليسون وي ار جوينج تو ستادي امفيبيانز، هندرس الامفيبيانز اللي هم بالعربي بيسموهم البرمائيات. ليه برمائيات؟ يعني عايشين في اللاند وفي نفس الوقت عايشين في الووتر، عندهم الابيليتي ان هم يعيشوا في اللاند وعندهم الابيليتي ان هم يعيشوا في الووتر. ستيجز اوف ذير لايفز بيعيشوها في اللاند وستيجز في ذير لايف بيعيشوها فين؟ في الووتر. فالامفيبيان ده which one of the most amazing living organism on earth، واحده من الموست amazing يعني مبهره، يعني من احسن او من اكتر الحاجات المبهره في الليفنج اورجانيزم. شكلها حلو فعلا، وكلنا عارفين منها الفروج والدود والسلامندر. الفروج والدود دول هم يعني تقدر تقول حاجه واحده، يعني دي لونها جرين شويه ودي لونها يعني مش عارف اقول لك ايه، جرين فاتح ودي او العكس يعني. هما الاثنين احنا الاثنين بنعتبرهم هما الاثنين فروج او الاثنين دود، مش فارقه معايا يعني. اوكي او احنا بنتلخبط فيهم، بس هما تو ديفرنت سبيشيز، هما فروج وتوت. دي الفروج ودي التوت. الفروج بيبقى لونها كده لون الجرين بلانس، تحس انها لون الجرين بلانس تمام كده. التوت بيبقى لونها لا لون المض شويه كده. اوكي تمام، وفي واحده كده اختهم الثالثه مين؟ سلامندر. اوكي تمام، ده ليفنج اورجانيزم اسمه سلامندر.
اوكي. طيب الامفيبيانز دول بقى مالهم؟ دول ار سمول انيمال، دول تبع الانيمال كينجدم تمام. ذات ليف ان ايه بقى؟ اهو لاند اند ووتر، بيعيشوا في الاثنين، هم عندهم القدره ان يعيشوا في الاثنين. اوكي تمام. يعني احنا قلنا مثلا الهيومن والانيمالز او البيج انيمالز ما بيقدروش يعيشوا غير في اللاند، والفيش ما بيقدروش يعيشوا غير في الووتر. طلع ده مكان ده، ولا ده هيعرف يعيش ولا ده هيعرف يعيش. دول بقى عندهم ستيجز اوف سيد لايف بيعيشوا فيها في اللاند، وستيجز اوف سيد لايف بيعيشوا فيها في الووتر. عشان كده سميتهم امفيبيانز، بالعربي البرمائيات، بيعيشوا في البر يعني في اللاند اهو، وفي الووتر اهي المائي. اوكي يا شباب نكمل. طيب حلو جدا. بيقول لك دول بقى يعيشوا فين الامفيبيانز دول اللي قلنا اكزامبل ليهم؟ الفروج والتود والسلامندرز. مالهم بقى؟ زي كان ليف ان مويست او ويت انفايرمنت، بيعيشوا ممكن بيعيشوا في الطينه. شفتوا الطينه طبعا، بتلاقيهم عايشين على ايه؟ في اي مطسويل، في اي ارض زراعيه، على الريفر بانكس يعني على جانبي النيل او ضفتي نهر، عموما اي نهر يعني على الريفر بانكس، في اي ماضي سويل. اي مويست انفايرمنت لايك رين فورست، رين فورست طينه عماله مطر تمطر، ففي طينه، هم عايشين في الطينه فعلا في رين فورست. في ووتر ستريم، ووتر ستريم يعني مجرى مائي كده، ووتر بوند اي شويه ميره كده كده في بركه ما تمام كده. طيب لايك هيومن، هم بيعيشوا فين؟ في الووتر وفي اللاند. يبقى هم لايك هيومن يعيشوا في الارض، فيعملوا ريسبيريشن ايه؟ بالريسبيريشن باللنج اهو. لايك هيومن ادلت امفيبيانز كان بريز باي لنج، صح كده تمام. وين زي ار اون لاند زي الهيومن اهو. طيب بط امفيبيانز بقى كان اولسو تيك اوكسجين فروم ووتر تمام. طب اسال سؤال بقى تقليدي دلوقتي قبل ما نشرح. طب انت قلت هما زي الهيومن ريسبيريت الاتموسفيريك اير في اللاند، يعني عندهم لانج. ايوه عندهم لانج. طيب لما بيعيشوا في الووتر تمام كده، بياخدوا الاكسجين اللي دايب في الووتر ازاي؟ عندهم جل زي الفيش؟ لا ما عندهمش جل. اوكي هما عندهم لانج بس. امال بياخدوا اكسجين من الووتر ازاي؟ بصوا بقى سبحان الله، السكن بتاعهم، السكن جلدهم بيقدر يخلي الووتر باثرو، بيعمل ابزوربشن للووتر لما يكون عايش في الميه يعني تمام، او لما ينزل الميه يعمل او عايش في السويل. ما هو السويل دي الماضي سويل دي الطينه دي، ما هي الطينه دي هو مش عارف يتنفس فيها برضو بالايه؟ باللنج. فتلاقي السكن بتاعه بيعمل ابزوربشن للووتر اللي موجوده، سواء في الووتر العاديه او في اي ووتر بادي اهو، زي الووتر ستريم ده او الووتر ستريم ده او البوند مش فيها ووتر. حلو جدا. طب لو في السويل وفي المد ومدفون في الطينه كده، مش في ووتر في الطينه دي؟ اه في ووتر في المد ده. الووتر دي بقى تقدر بنتريت السكن، تتعدي السكن بتاعته. والووتر دي فيها ايه؟ شايله ايه معاها؟ شايله اكسجين. الاكسجين ده في الووتر زي السمك ما بياخد الاكسجين، الاكسجين ده في الووتر. هي بقى تقدر كده، هي عندها الابيليتي، ربنا مديها الاستراكشرال ادابتيشن ده، ان الووتر تعدي من خلال السكن بتاعها بشايله الاكسجين، وهي تقدر تاخد الاكسجين اللي دايب في الووتر ده، وكانها بتعمل بريسنج عادي جدا. هي خدت الاكسجين كونتنت اللي هي عايزاه. سبحان الله، يعني فعلا فعلا امازنج بورد. يعني ايه تتنفس عن طريق السكن؟ مش موجود في اي ليفنج اورجانيزم تاني، صح؟ ستراكشرال ادابتيشن نقول فعلا عليه سبحان الله. اوكي تعال نشوف الاستراكشر ادابتيشن اوف امفيبيانز عشان تعيش في الويت انفايرمنت. طينه، بتعيش في الطينه، بتعيش في الميه، بتعيش في اللاند، شغاله معاك في اي حاجه. امفيبيانز بريس او ريسباير ثرو زير لانج وسكن. بريس ثرو سكن، هي عندها لانج تتنفس عادي زيك على اللاند، وعندها سكن تتنفس بيه في الميه تمام كده. تو ادابت تو ليف اون لاند عن طريق اللانج طبعا، اند ان ووتر عن طريق السكن. اهو هيقولها كل واحده على حده اهو. بريس ثرو لانج ده لو عايشه على اللاند عادي زيها زيك كهيومن بينج كده اهو. اون لاند، اون لاند امفيبيانز انهيل اوكسجين، بتاخد الاوكسجين عادي جاز فروم اير ثرو زير لانج زيها زيك. طب تعالى بقى نخش ايه تحت الووتر او تحت السويل. ممكن بتدفن نفسها في السويل وتفضل قاعده كتير في السويل، ده بتعمل حاجه هناخدها بعد كده اسمها هيبرينيشن، اللي هو البيات الشتوي. تقعد لك كده شهور الشتاء اللي هم 3 4 شهور كده دورمنت، بتدفن نفسها في السويل، ما تعملش اي صوت ولا اي اكتيفيتي ولا اي حاجه، وعايشه 3 4 شهور مدفونه في السويل. هتتنفس ازاي دي؟ هتتنفس ازاي في السويل؟ عن طريق السكن. اوكي تمام. يبقى بريس ثرو سكن. البادي بتاع الامفيبيانز ماله؟ ار كفرد ويز سليم سكن، ويز سكن سليمي يعني لو حد فيكم مسك الضفدعه كده بتمزلق في ايده كده ها تمام. ذات الا ووتر اند جاز تو باث ثرو ات، بتخلي الووتر والجاز طبعا انا قصدي بيه الاكسجين ها يعدي من السكن ده تمام. سو زي كان ابزورب او ستراكت اكسجين دايركتلي من الووتر اللي عدت دي تمام. سهل يا شباب. طيب
ايه بقى انت ما تنساش ان احنا بنتكلم على ستيم ان اكشن. نرجع كده، انا بتكلم على ستيم ان اكشن، انا بعرفك دلوقتي ايه الامفيبيانز وان هو امازنج وورد وسبحان الله في حاجات غريبه، تمام؟ احنا بقى دورنا فين؟ انت مش تقول لي ستيم ان اكشن، هو احنا عملنا ايه كعلماء بقى، وانتوا كعلماء عملتوا ايه عشان نعمل زيكم؟ طب الاول نعرف بس ايه مشاكل الامفيبيانز. الامفيبيانز نيد، طب هي عايشه في الميه وعايشه في الاير، طب احنا قلنا الهيومن بينج مثلا عايش في الاير فعايز كلير اير، طب الووتر صحيح هو عايز برضه كلير ووتر تو درينك، بس الكلير ووتر مش زي الكلير اير، ها؟ دول بقى. طب قلنا السمك مش فارق معاك كلير ووتر في حاجه، هو عايز كلير ووتر بس مش فارق معاك كلير اير في حاجه. طب الامفيبيان عايشه شويه كده وشويه كده، طب يبقى عايزه كلير اير وكلير ووتر، صح كده؟ يبقى الامفيبيان نيد كلير ووتر وبرضه كلير اير، ما هي بتنفس من هنا شويه ومن هنا شويه عشان تو ستي هيلثي، صح كده؟ طب بما ان مثلا السمك كان عايز كلير ووتر بس وملوش دعوه بالاير، واحنا كهيومن بينج عايزين كلير اير اكتر من كلير ووتر، هم بقى عايزين الاثنين، فهم بيواجهوا مشكله اكبر، تمام؟ ده هم عايزين كلير ووتر وكمان عايزين كلير اير، الاثنين، صح كده؟ ماشي. بيكوز زي ار فيري سنسيتيف كمان تو ذا افكت. يعني ايه فيري سنسيتيف؟ حساسين جدا. يعني انا ممكن مثلا اجي طالب في رابعه ابتدائي اقول له انت غبي ما بتفهمش، مثلا ينرفزني كده، انت غبي ما بتفهمش، فلاقي واحد فيكم كطالب خد الجمله عادي جدا ولا فارقه معاه، اوكي؟ واحد طالب تاني ده المستر قال لي انت ما بتفهمش، زعل. واحد تاني بقى انهار، ها؟ اللي هو يعني ده المستر ويعيط بقى، او طالبه مثلا في البنات اكتر وتعيط ومش عارف ايه. يا بنتي انا مش قصدي والله، ما فيش شيء. هم بقى سنسيتيف، البنت اللي عيطت في الاخر دي عشان قلت لها انت ما بتفهميش، دي سنسيتيف شويه، اوكي؟ انا مش قصدي ما تفهمش بمعنى الكلمه، انا قصدي يعني فتحي مخك معايا يعني، ها؟ اوكي. هم بقى الامفيبيان دول فيري سنسيتيف، وكمان عندهم عايزين كلير ووتر وكلير اير، فعندهم المشاكل اكتر من اي ليفنج اورجانيزم تاني. هم سنسيتيف لاي ووتر بليوشن ولاي اير بليوشن، اي حاجه تشينج في دول، اي بليوشن في دول بيأثر عليهم على طول، وبيتأثروا جدا بالفيروس الذات كان ترافل ثرو ووتر او حتى ثرو اير، اوكي؟ فهم ليفنج اورجانيزم سنسيتيف وعايشين شويه في الاير وشويه في الووتر، فعايزين كلير اير وكلير ووتر، فواضح ان عندهم مشاكل كتير او ليهم نيدز كتيره، اوكي؟ طيب الستيمن اكشن، انت بقى دلوقتي كراجل ساينتست عارف ان هم اندينجرد وعندهم مشاكل الامفيبيانز كده، تمام؟ وعندهم مشاكل كبيره، تساعدهم ازاي بقى؟ بيقول لك ذا رول اوف ساينتست تو بروتكت ميني تايبس اوف امفيبيانز فروم اكستنشن. احنا لو سبناهم هم عندهم مشاكل هيحصل لهم اكستنشن، اوكي؟ زمان ايام جدي انا وجدتي كنا واحنا قاعدين كده او واحنا جنب النيل نقعد نسمع صوت الايه؟ الفروج، صوت الفروج المشهور ده، النقنقه بتاعت الفروج ده، الصوت بتاعهم الكريبنج، بيسموه كريبنج، الكريبنج بتاعهم ده. دلوقتي مفيش حد فيكم سمع صوت الكريبنج، مفيش، لا فعلا بقوا قليلين جدا، اوكي؟ صوت الضفدع المميز ده محدش فيكم، انتوا كجيل كده رابعه ابتدائي وامثالكم اللي اصغر منكم بسنه واللي اكتر منكم بسنه وسنتين، الجيل ده ما سمعش الصوت ده اصلا، اوكي؟ احنا انا بقى وانا صغير كده قدكم لما كنا نعدي بس جنب النيل كده او جنب فرع من فروع النيل نقعد نسمع الصوت ده، ولو اللي فيكم ساكن بقى في مناطق ريفيه شويه الصوت ده موجود من بالليل كده لغايه ثاني يوم الصبح، موجود على طول من اول ما المغرب تليل كده او من اول المغرب لغايه ثاني يوم لغايه الفجر، الصوت ده موجود على طول، ما بقاش الكلام ده موجود. ليه؟ هم الفروج او الامفيبيانز دول عموما، وبالذات انا بتكلم عن الفروج يعني، ار اندينجرد سبيشيز، مهددين بالانقراض. طيب الساينتست ان هم الناس البيولوجي بقى، عشان لما نكبر هنعرف ان الساينس ده ثلاثه برانش، فيزيكس وكيمستري وبيولوجي، تمام؟ الساينتست اللي هم البيولوجيست دول مالهم بقى؟ ار وركينج بيشتغلوا على ايه؟ مش انت عنوانك كان السيمون اكشن، انا هوريك بقى بنشتغل ازاي على الادابتيشن والسرفايفل. احنا بقى عمالين ايه؟ ار وركينج، البيولوجيست دول ار وركينج تو سيف ميني تايبس اوف امفيبيانز، عايزين نحافظ على الامفيبيانز الانواع اللي فاضله، لان في حاجات انقرضت فعلا والباقي مهدد بالانقراض. فروم اكستنشن باي ستادي، احنا هنستادي ايه بقى؟ احنا ستادي هاو امفيبيانز بريس ان اير اند ووتر، ازاي بيتنفسوا عشان اقدر اساعدهم، اوكي؟ طيب ايه هي الفاكتورز كوز اير اند ووتر بوليوشن؟ ادم هم عايشين في الاير وعايشين في الووتر، واحاول كده ذا افكت اوف ذا، تمام؟ فاكتور كوزز اير اند ووتر بوليوشن ذات افكت ذا لايف اوف امفيبيانز، احاول امنعهم وفي نفس الوقت انا بفيد نفسي انا كمان كهيومن بينج وبفيد بقيه الليفنج اورجانيزم. طيب وات ميك ذيس انيمال، ايه اللي بيخلي الامفيبيان سيك؟ ايه اللي بيخليهم يتعبوا؟ تمام؟ واحاول اشيل لهم السبب ده ان ذير انفايرمنت، تمام؟ How do people help in protection of amphibian from extinction؟
لازم اوفر لهم كلير اير ولازم اوفر لهم كلير ووتر. يبقى كلير اير اند كلير ووتر ار امبورتنت فور امفيبيان سو بيبل شود. لازم اخلي لهم في كلير اير وكلير ووتر. فلو في حاجه بليوتنت للاير ولا الووتر لو سمحت ما تعملهاش. افويد ثروينج ويست ماتيريال ان ووتر. Dispose and dispose of chemicals in a correct way to help avoid water pollution. أي أبسط حاجة، أي مصنع كده فتح جنب النيل ولا حاجة بيروح مطلع الويستس بتاعته، أي مركب كده ماشية في النيل تطلع الكيميكال ويستس وترميها في الإيه في الووتر. طب ما أنت بتعمل water pollution، لو سمحت اخلص منها. Disposal دي يعني إيه؟ يعني نخلص منها. Dispose chemicals دي correct way بطريقة صحيحة. بصوا بقى الاكستنشن قد ايه. نوت كده 90 سبيشيز. ها 90 سبيشيز رقم كبير. 90 سبيشيز اوف امفيبيانز هاف بيكم اكستنكت، خلاص انقرضوا في اخر 20 ييرز. كمان مش كده وبس، ان اديشن تو 124 اندنجرد سبيشيز، عندك 124 اندنجرد سبيشيز موجهين مهددين بالانقراض، لو ما حافظتش عليهم هيحصلوا ال 90 دول، يبقى عندك اكتر من 200 سبيشيز اهم ايه اندنج. اوكي فهمنا يا شباب الستيم ان اكشن. انا دلوقتي بما ان انا باخد الادابتيشن فانا او الادابتيشن اند سيرفايفل، فانا بوريك ازاي نساعد الانيمالز دول في الادابتيشن اند سيرفايفل. هم مش قادرين مثلا يعملوا حاجه معينه، انا كهيومن بينج خليفه ربنا على الارض او نساعدهم. احنا كهيومن بينج فعلا الليفنج اورجانيزم الوحيد اللي بيعمر الارض واللي بيفكر في 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 في, في كونتينيوتي اوف لايف اون ايرث. عمرك شفت اي ليفنج اورجانيزم تاني بيعمل واحد على ألف من اللي هيومن بينج بيعمله؟ يعني شفت دوج مثلا مهتم بـ 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 بصحة الدوج اللي جنبه؟ لا. طب انا مهتم اهو بتعليمك انت. ها شفت اي ليفنج اورجانيزم مهتم بانه يعلم ليفنج اورجانيزم تاني حتى في نفس السبيشيز حاجه؟ لا، احنا كهيومن بينج لينا وضع مختلف دونا عن الليفنج اورجانيزم اللي ربنا خلقهم. تمام اوكي تمام. تشيك يور اندرستاندينج. اوكي بوت ترو اور فورس. ثروينج كيميكال ان تو ووتر doesn't affect the life of amphibians. طبعا ده affect ونص. ها affect الله، انت كده بتعمل water pollution. affect the life of amphibians والlife of human being والlife of animals والlife of plant. انت بتأثر على كل living organism. طيب amphibian breathe in، بيتنفسوا through ايه بقى؟ through their lung and skin. ما هو اللي ما يعرفش طبعا هيقول لي غلط، بس احنا لسه عارفين المعلومة. ايوه عندهم lung بيعملوا بيها respiration لما يكونوا على اللاند، وعندهم skin بيعملوا بيها respiration لما يكونوا في المط سويل او في الووتر. صح كده؟ يبقى الكلام ده طبعا true. اوكي ثانك يو يا شباب. المرة الجاية ان شاء الله هنحل اكسرسايز على كونسبت 5. اتمنى ان هو يكون كونسبت لذيذ. هو على فكرة كونسبت ما فيهوش حاجة جديدة، يعني ده انا بقولت يعني احنا خدنا دلوقتي خلصنا الادابتيشن. الكونسبت الفايف ده دايما هتلاقيه متكرر في كل كونسبت، لسه رقم 5 قصدي، هتلاقيه دايما متكرر في كل كونسبت، اللي هو هقول لك سينك اس ساينتست، اسأل نفسك انت السؤال اللي يتعلق بالكونسبت طبعا، جاوب عليه، حط الايفيدنس بتاعك، حط الاكسبلانيشن بتاعك، براحتك انت حط اللي انت عايزه، احنا بنعلمك فكر از ساينتست. اوكي وهديك حته ستيم ان اكشن، احنا في الموضوع ده في ستيم ان اكشن شغال دلوقتي وموجود زي الساينتست، هم اللي بيحاولوا يعملوا ايه بروتكشن للامفيبيانز. اتمنى لكم التوفيق يا شباب. المره الجايه هنحل اسئله على ليسون 5، وبعد كده هنحل ان شاء الله موديل. احنا خلصنا كده كونسبت 1 1، هنحل بعد كده في 2 موديل اكزام موجودين في الكتاب المعاصر، هنحل ال 2 موديل اكزام دي. مع تمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم.